السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هشرح استخدام حساس الليفل سويتش والفلوت سويتش. حساس الليفل سويتش بستخدمه في اللي أنا بقيس مستوى سائل في مثلا خزان، بس مش بقيس مستويين، مثلا سواء لو على مستوى اللي هو الفاضي خالص أو مستوى اللي هو المليان، لا بقيس مستوى السائل في كذا منطقة. يعني مثلا زي ما تقدر تعتبر اللي هو زي المخبار المدرج بيكون عبارة قدامك اللي هو السائل بيكون عند كل نقطة في المخبار بيكون ليه الحجم المعين اللي موجود فيه السائل ده. فهو الليفل سويتش بيستخدموه في كده، اللي هو عند كل نقطة معينة على حسب المانوال بتاعه. مثلا ممكن يكون 5 مستويات او مثلا 4 مستويات، فعند كل مستوى معين هيوصل له السائل دي يدي مثلا ممكن يدي اللي يشغل ليد في الليفل سويتش نفسه، يبين لك هو في المستوى كام او اتملى لغاية مثلا كام في حجم الخزان بتاعك. وممكن طبعا لما يوصل للنقطة دي ممكن يعني يكون متبرمج او في وظيفة اللي هو يشغل حاجة تاني أو يدي بلصة كهرباء تشغل لي مثلا ريلي، الريلي ده يفصل أو يشغل لود معين. لأن أنا زي ما قلت قبل كده اللي أنت بتستخدم السنسور كسويتش مش أكتر من كده ولا أقل، يعني هو بيكون استخدامها الأكتر اللي أنت بتستخدمها كسويتش أون وأوف. طبعا أشهر استخدامات للليفل سويتش أكيد طبعا في الدوائر اللي فيها خزانات مية، أو ممكن تكون في الدوائر اللي فيها الخزانات بتاعة الخرسانة المسلحة. يعني في مصانع الأسمنت بتعمل اللي هي الخرسانة الجاهزة، مصانع الخرسانة الجاهزة بيكون فيها الليفل سويتش عشان بيعرف مستوى الخرسانة وصل معاه في البمب لغاية فين، أو مش البمب يعني البمب ضخ لغاية فين، أو مستوى المية اللي ضخ البمب لغاية فين عشان يقدر يظبط الكميات بتاعته. طبعا غير في الخزانات بتاعت مثلا البيوت او الخزانات العموميه زي الخزان اللي موجود في العشر من رمضان، بتعرف من خلاله برضو انت الخزان بتاعك اتملى لغايه فين، او هل هو مليان على اخره، او هو او هل هو فاضي، بتعرف المستويات بتاعته. ده طبعا كاندستري كنترول. في الطبيعه عندك ممكن تلاقيه في محطه البنزين، مش بتلاقيه طبعا بصورته اللي موجودة، بيكون موجود في المسدس بتاع محطة البنزين، بحيث ان المسدس ده لما يملى التانك وانت مثلا عايز تعمل فول تانك للعربية بتاعتك، فلما هيوصل للبنزين يملى التانك بتاعك هيحرك جوه المسدس حاجة زي بلية كده، هي دي اللي هتوقف المكنة بتاعت ضخ البنزين في التانك بتاعك. وطبعا بيكون الليفل سويتش ده بيكون ليه باور سبلاي زي حساس اللود سيل بالظبط، هو اللي بيشغله علشان تقدر تاخد منه الاريات بتاعة مستوى السائل بتاعه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني الشغل بتاعه بيعتمد في تشغيله على كإلكتريكال. في بقى التوأم بتاعه اللي هو الفلوت سويتش، ده مش بيكون إلكتريكال، بيكون التشغيل بتاعه ميكانيكال. حساس الفلوت سويتش ده أقرب مثال ليه ممكن تشوفه، يعني تقريبا نفس نظرية العمل بتاعت الكومبينيشن أو الصافون اللي موجود في الحمام. لو جيت فتحت يعني فتحت الصافون ده هتلاقي عوامة، العوامة دي تقريبا هي نفس يعني مش نفس الشكل طبعا، بس العوامة دي يعني وظيفتها زي الجزء ده في الفلوت سويتش، بحيث إن هي لما هتنزل بتحرك المحبس وبتفتح المية، ولما بيتمل لمستوى معين وبيكون العوامة يعني بتوصل لمستوى المية الطبيعي بتاع السفون بتاعك بتقدر إن هي تقفل المحبس بتاع المية. فطبعا الفرق بين الفلوت سويتش والليفل سويتش اللي الاتنين أنا ممكن أستخدمهم في اللي أنا أقيس مستوى سائل، بس الليفل سويتش اللي بيقيس كذا مستوى على حسب المانوال بتاعه أو على حسب أنت شاريه ازاي او من شركة ايه، لان زي ما قلت هو اي سنسور بيكون ليه المانوال بتاعه بيكون فيه البروبيرتيز بتاعته كلها. لكن الفلوت سويتش هو بين نقطتين، يا اما الخزان فاضي يا اما الخزان مليان على حسب توصيلته، ممكن تشغله كباب داون او باب اب
على حسب الوضع الميكانيكي بتاعه. وطبعا هو كل اللي بيعمله اللي بيكون جواه هنا زي جزء ميكانيكال، بحيث لما الدراع ده يترفع هيوصل كونتاكت النقطتين بتاعت السلك ده، مثلا اللي هو السلك الابيض والسلك الاحمر بيكونوا مفصولين في الوضع اللي هو مش الاوف بتاعه، لكن لما الدراع ده يترفع لفوق عن طريق الكثافة والوزن بتاع السائل اللي موجود في الخزان بتاعك، النقطتين دول هيقفلوا، وهقدر طبعا اوصل بينهم، وطبعا تكون انا وصلت بينهم، فانا كده وصلت كهرباء ممكن استخدمها في ان انا اشغل لود معين هنا، مثلا هو استخدامه في اللي هو يشغل الموتور. طبعا بيكون يعني بيكون هما الفردتين، فرد مثلا رايحة للكهرباء والتانية رايحة للموتور، وطبعا الفردة التانية والموتور هو المفروض مثلا لو اي سي وان فيز بيكون ليه داخليا داخل النيوترال والداخل بتاع الكهرباء بتاعك، فالفردة من دي بتكون رايحة على 220 والفردة التانية رايحة على الموتور، وبيكون جاي فردة تاني من الكهرباء اللي هي فردة الجراوند بتاعك هي اللي رايحة للموتور، لأن طبعا مش هشغل الموتور بتاعي بوصلة سلك واحدة. دي كده كانت يعني فكرة تشغيل السنسور الليفل سويتش والفلوس سويتش وإزاي بقدر أستخدمهم في عمليات التحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.